اليوم عن البروبيوتيك والبريبيوتيكس. طبعا مراجع كثير عندنا، أكاديمية التغذية والحمية، عندنا الـ NIH وعندنا الهرمون.org، وفي مراجع جدا كثير. في البداية زي ما نعرف أنه بطانة الأمعاء زيها زي أي سطح من أسطح أجسامنا تحتوي على مخلوقات مجهرية والكائنات الحية الدقيقة، وهذه الكائنات الحية ممكن تكون مرضية وممكن تكون لا نافعة على العكس. طبعا هذه الكائنات بتكون نظام اسمه المايكرو إيكو سيستم، نظام البيئي حقه، نسميه المايكروبيوم. طب إيش هو المايكروبيوم؟ هو مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة المتعايشة مع الإنسان، تعيش في جسمه من يوم ما يتولد. طبعا تيجي من الولادة الطبيعية، الطفل يأخذ هذه الكائنات الحية الدقيقة مع الرضاعة الطبيعية وتكبر وتتكاثر معه. دائما نسمع مقولة You are what you eat، يعني أنت نتيجة تغذيتك إيش بتأكل. هنا بنقول بالأصح نصححها ونقول أنت إيش بتغذي البكتيريا هذه اللي عندك، التريليون من البكتيريا اللي موجودة عندك. وطبعا نميتها وعددها يختلف باختلاف الأشخاص، لأنه زي ما أنت بتأكلها حتتحكم فيك. أكلتها وعودتها على أكل صحي حتكون ماشي معك تمام وحتضبط لك كل جسمك، والعكس صحيح، حكم في أجسامنا طبعا لأنها تعمل لنا التوازن في أجسامنا وكمان تلخبط أجسامنا. عشان كده لازم نحافظ على هذا التوازن، لازم أعطي هذه البكتيريا النافعة أكلها اللي هو البريبيوتيك. البروبيوتيك هو البكتيريا النافعة، البريبيوتيك هو الأكل اللي حيخليها تعيش وتتكاثر. لازم أدخله مباشرة للجسم، يا عن طريق الغذاء أو عن طريق المكملات الغذائية. طيب خلينا باختصار نقول إيش هو البروبيوتيك. قلنا هي باختصار البكتيريا النافعة، هي مجموعة من البكتيريا والخمائر النافعة الموجودة بشكل طبيعي في أجسامنا. زي ما قلنا إحنا في بكتيريا نافعة وفي بكتيريا ضارة، هذه البروبيوتيكس هي البكتيريا النافعة، أشهرها اللاكتوباسيلس والبيفيدوباكتيريوم، وأشهر الخمائر اللي هي السكاروميسيس بولاردي. عشان تكون هي فعلا بروبيوتيك البكتيريا النافعة لازم يكون لها خصائص معينة ما حتدخل في تفاصيلها. وهذه البكتيريا النافعة أغلب تواجدها يكون في الأمعاء، في الفم، في الفجاينا اللي هو المهبل، كمان المسالك البولية في الجلد، وكمان في الرئة. طيب من أهم وظائفها أنه هي بتساعد على محافظة على صحتنا، توازن أجسامنا، تحارب البكتيريا الضارة. وطبعا لما نمرض البكتيريا الضارة بتكون كميتها أكثر من النافعة، فطبعا يفقد الجسم توازنه، بالتالي لازم نرجع نعيد هذا التوازن مرة تانية. هذه البكتيريا بتحافظ على صحة جهازنا المناعي، بتعمل كنترول على الالتهابات، بتساعد في الهضم، بتساعد في إنتاج بعض الفيتامينات زي كي وبي، كمان ممكن تفيد في بعض الحالات زي الإسهال الله يكرمكم، الإمساك، الـ IBD اللي هو الالتهاب الأمعائي، متلازمة القولون العصبي IBS، كمان ممكن تفيد في عدم تحمل اللاكتوز أو العدوى اللي تجي للمسالك البولية. يعني عدة أشياء ممكن تفيد فيها، ولكن كل شخص يختلف عن الشخص الآخر، وطبعا لازم نستشير الطبيب. عشان كده يفترض أن هي تنصرف مع المضادات الحيوية، لأنه لما بناخذ مضاد حيوي هو بيقتل البكتيريا سواء النافعة ولا الضارة، حيعمل لخبطة في توازن أجسامنا، فيفترض أنه هي الطبيب يعني يصرفها مع المضاد الحيوي. بنقدر نحصل على البروبيوتيكس من الغذاء أكيد، عن طريق يعني أي غذاء متخمر حتلاقوا فيه بروبيوتيكس، زي اللبن مثلا، الكمبوشة، الخضار المتخمر زي الخيار المخلل مثلا، في أنواع معينة طبعا، وكمان من الميزو، أشياء كثير نقدر نلاقي فيها البروبيوتيك. أما البريبيوتيك هو الغذاء اللي بيتغذى عليه البروبيوتيك، اللي هي أي غذاء عالي جدا في الألياف، هذا هو الغذاء حقه، يعني في الخضروات، في الفواكه، حتلاقوه في الأغذية العالية جدا في الألياف. طيب السيمبيوتكس اللي هو البلند، البري والبروبيوتكس مع بعض، فدائما لما نجي ناخذ البريبيوتكس ناخذ البروبيوتكس، يفترض انه احنا ناخذ كمان أغذية عالية في الألياف عشان تعيش وتتكاثر. وإذا أخذنا مكمل، الأفضل إنه إحنا نأخذ المكمل اللي هو يكون مع بعض، بروبيوتيك مع البريبيوتيكس. هل فعلًا البروبيوتيكس فعال إنه هو يعالج بعض الأمراض اللي ذكرناها إنه هي مفيدة لها؟
ما في أي حاجة ولا أي توصية تأكد هذا الكلام، يعني ما نقدر نقول إلا فعلاً المكملات البروبيوتكس حتعالج الأمراض المختلفة. في دراسات فعلاً أشادت بأهمية ونتائجه الإيجابية، لكن ما تعمم لأنه لسه نحتاج أبحاث أكثر في هذا الموضوع. ودائماً نحط في بالنا أنه المكملات الغذائية ما تحتاج أبروف من الـ FDA، عشان كذا دائماً لازم كل شخص يستشير طبيبه قبل ما يعمل أي حاجة. هي تعتبر آمنة وسيف، يعني بتنعطى للأطفال حتى الرضع الصغار لما بيكون عندهم حالات إسهال الله يكرمكم بتنعطى للأطفال، وهي سيف وآمنة في حدود الجرعات المعقولة، لكن لازم استشارة الطبيب لأنه زي ما قلنا هي سيف، لكن بعض الحالات ممكن ما تفيد معاهم أو تعمل لهم أشياء عكسية، زي اللي عندهم أساساً ضعف في المناعة أو الأشخاص اللي عندهم عمليات أو في بعض الحالات، فعشان كده لازم نستشير الطبيب. هذا باختصار شديد عن البروبيوتكس وأهميته وقديش هو مفيد لأجسامنا، فنحاول إن هو يكون موجود خلال يومنا إما عن طريق الغذاء وإما عن طريق المكمل بجرعات مناسبة، ونستشير طبيبنا. وأتمنى لكم الصحة والعافية.